مثالش فنان كبير كيما شريف علوي معناها تجي تو هما الساعه ولاو على شيره ما عادش هما قبل الساعه كانوا عاملين راهو في الفنانين انا ما خلطتش عليهم وقتها مازلت صغيره اما نسمو كان شريف علوي يكذب فنان الاخر يكذب والفنان الاخر شكون الفنانين الاخرين الصادق سامحني هما الصادقين شكون الفنانين الاخرين لا خليني نكمل خلي نكمل كلامها خلي نكمل معزه تتكلم الفنان اللي قبله يكذب الكلهم يكذبوا وهما صادقين عملوا في الفن وحسين كان شاد الفنانين وما كانش يخلص يجي فيهم يخلص فيهم لا سي با فري لا ما كانش لا سي با فري تكمل فكرتها لا ما نكذب عندي الاوراق عندي الاوراق يا سي خدش سامحني ما فري لا 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 احشم عليك يا دليل احشم عليك انا صغيره انا عارف انا صغيره وانت شكونك يا معز انا شكوني انا معز يا معز يا سي لا 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 تحكي على حسين يا حسين لا 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 ننتقيو الفاظنا من فضلكم لا تو محترم عبيد قاعدين محترمين ننتقيو الفاظنا من فضلكم سيرو انا لو ما نكملش هكا نحترموا بعضنا اسمعوا انت احنا نعطيو في رساله ادب الحوار واحنا لهنا متشجعين نشوف الكلام لا لا ولا لا ما نلحقوش على بعضنا نحترموا العباد اللي قاعدين هنا عندنا ضيف ما يدخل حتى توا حتى لتوا لحظه واحده خذوا هيت كلمة كلمة ما يسمعونيش غير العباد متشنجوا فانت تزيدوا عندهم ستريس يا اخي يا اختي خذوا لحظة واحدة لحظة لا